بعدين بضغط
ser lá que Jawa, dan itu Jawa, penyesal, ada kebetulan, berjalan kawan, kawan aku, bawa berbagai kerja, bersama, kita nak nyukur Jawa. Ia berbagai nyukur, berharap show. Dua orang kawan aku, CNS, Central Nervous System. Kau tetap ni, tak ada, tak nyuruh, kalau orang nyer besar. النيرفس بيعملوا حاجة اسمها بريفرال نيرفس سيستم يشمل من النيرفس والنيرفس والنيرف فايبر عبارة عن نوعين نيرف فايبر عبارة عن كرانيال نيرفس أعصاب مخية كلهم طالعين فروم برين ستيم من قطع المخ ليهم ديب أوريجين ديب نيوكلياي كرانيال نيرفز عددهم 12 بيرز ليهم ارقام ليهم اسماء نمبر 1 ل 12 واسماء وليهم ديب نيوكلاي وليهم فايبرز وليهم كاريتو فايبرز وكلهم بيطلعوا من مكان واحد بس متفرقين يا اما بيدرين يا اما بونز يا اما مظهر لونجاتا كلهم from red stem cranial nervous 12 bits فالنوع الثانية اللي بتغذي باقي الجسم في دول ده هيدا الدنيك يعني الكرانيال ده يغذوني هيدا الدنيك باقي بقى كده طالعين من سباينال كورد سباينال نيرفز ودول 31 بيرز 31 بيرز جايين كلهم من الاجناب من السايتس او السبايكال كور اللي موجود في الفيرتيبرال كانال ودول 31 بيت دي الاعصاب يا جماعه النيرف فايبر او النيرف بعد السيستم ده في تجمعات اماكن تجمع سيل بادلز مرتبطه بهذه النيرف بسميها جانجليا جانجليا في كرينيال جانجليا وسباينال جانجليا موجودين مرتبطين بالنيرفز ولكنها اوتسايد السنتر نيرفس سيستم. دول كلهم بيعملوا هرمونات ما يسمى بي ان اس اللي هو بريفرال نيرفس سيستم. اخر بارت في السيستم في النيورو اللي هو اوتونوميك الذاتي او اللا ارادي اوتونوميك نيرفس سيستم وده معروف شقين واحد انسايتيتد ستيميوليتد اللي هو سيرفا ساكت والثاني ديبريس اللي هو بارا سيرفا ساكت دول يا جماعه اللي هي مكونات الحاجات اللي ناخدها مع بعض ان شاء الله في النيورو دي الخريطة اللي هنمشي عليها تمام؟ في عندنا سنترال وبريفرال اوتونوميك تركيزنا الأساسي هيبقى على السنترال والبريفرال دول مهمين جدا اوتونوميك هنشيل دي في الآخر إن شاء الله في آخر المحاضرة لأن لازم اوتونوميك معظمه في الفيرست شابتر منه أناتومي نبدأ القصة بقى بإيه يا جماعة؟ نبدأ بحاجة اسمها قبل ما نخش على السيستم ده بالتفصيل من بره حاجه اسمها مينينجيز الاغشيه السحائيه مينينجيز النيرفس سيستم السنترال طب كان برين ومحتويات الكافيتي او سباينال كورد كلهم انفولد بثري مينينجيال ليرز 3 مينينجيز فروم اوتسايد تو انسايد يورا مطر اوتسايد مخلوط مطر في النص بيا مطر في انسايد من داخل هنا بقى يا جماعه في اختلاف عندي في بعض النقاط
الجيرة من الجين اللي بتغطي وتكفرنج البلين عن اللي بيغطي وكفرنج مين؟ السباينال كورد. فهسميها سيريبرال مننجيت. سيريبرال يعني ايه؟ اللي هم كفرنج البلين بأجزائه. الدم ان شاء الله بعدها اللي هي سباينال مننجيز. هم انهم هم الطبقات وترتيبهم، ولكن في بعض الديفرنسز ما بين السيريبرال مننجيز والسباينال مننجيز هتيجي ان شاء الله مع الشرح بالتفصيل. سيريبرال نبدا اهي يا جماعه عندي كوره هنا اهو. ده قطاع في الكريان كافيتي ادي البرين تيشو. كل ده برين تيشو القشره المخيه سيريبرال كورتكس والجزء الداخلي وهنا كذلك. الالوان الحلوه دي كلها دي المننجيز تمام. اللي فوق خالص ده البول بتاع الفتر. البول ده البول. نيجي بقى لاول طبقه اللي هي بيا ماتر. اول الانر بقى انر لير اوف مننجيز. بيا ماتر يعني لير. ممكن تبقى نكتبها ام ا تي ار او بعض الناس بيكتبوها دي تي. بتنفع. دي مثلا احنا خدناها زمان واحنا طلبه صغيرين في ثانوي واعدادي الام الحانيه او الحنون. دي مثلا الام الحانيه او الرقيقه او اللي حنون. وكلمه حنون او رقيقه لانها في فين اهي كاركتر بتاعتها اهي كلمتين صغيرين هي الانر موست انتمت. انتمت يعني قد ده انفولمنت لير اوف برنجيز بيها مثلا اف ديليكت. ديليكت يعني ايه؟ الثقافة رقيق جدا. ديليكت يعني فيري ثين. من فين؟ that strictly follow all surfaces of the plate. اه هنا يا جماعه الخط الاحمر ده باين؟ باين ليكم مش باين؟ اه الخط الاحمر ده اهو. وتلاقي باين هو ده السيف ده البليت ده عليه. وهنا بقى في البليت سيفز يا جماعه مميز بوجود حاجه اسمها سلطان. شوفت ده اهو. ينزل البيع مثلا تنزل وتغطي وتعمل حاجه اسمها لايننج استنكار اهي. وبعد كده تطلع تاني تكمل بعد كده اهي. هنا البيع مثلا لايننج استنكار بعدين بعد كده لايننج تطلع وتغطي وهكذا اهي. الاورنج ده اللي هو بلين تيشو وبلين تيشو اه. هي مثلا باصص ديبلي انتو ذا فيشر اند سرداي اوف اول سيريبرال سيرفيس. اتلاينز لاين يعني بتبطن يعني. في فرق بين لايننج وكفرنج. لاين يعني ايه؟ تبطن كله في الداخل. ذا وورد اوف ذيس سرداي اند فيشر اند ريفليكت اند ذير بوتوم عند قاع هات السطر ده ريفليكت تطلع تاني وتكمل مسارها عشان تغطي كل هذا. دي يا جماعه الابيض الاحمر ده هو اللي هو اول طبقه من المننجيز. ما ننساش احنا فين؟ فوق في السيريبرال تمام؟ كلامنا بيقول دلوقتي على ايه؟ سيريبرال مننجيز. بعد كده بقى نسيب الطبقه ده اهي. دي الانر لير. ديليكت انتميت كفرين اول بريد سيرفيسز. ومنطقه لما تكون في سركس تنزل فيه وتغطيني وتغطيني وتطلع تاني وتكمل بعد كده. يعني كل حته بتبقى فيها ايه؟ فيها مثلا. ولو
هياخد معايا مليون تيشو من السيرفيس ده اللي هي مره. الطبقه الثانيه اللي هي اراكنويد المطر اللي في النص. كلمه اراكنويد يعني عنكبوتيه. اراكنويد مطر ما نعرف ليه سميناها عنكبوتيه. خدوا زمان زمان في اعدادي وفي ثانوي ام الحنون والام العنكبوتيه والام الجافيه والقاسيه اللي هي المطر. فدي اسمها ايه؟ اراكنويد مطر. دي فيني فيني اندورفين. فيني فين بقى؟ اللي هي الطبقه اللي هي الخضرا اللي هي اهو يا جماعه اهو الطبقه الخضرا اللي هي الاخضر ده كل بقى ده كده اهو ده اللي هي ايه؟ اللي هي على كويت مطر. والحته اللي في الاثنين دي يا جماعه فيني فيني اندورفين اهي ده حرام سبيس أول سبيس أشوفه ديني من إنجيز بسميه الفراغ تحت العنكبوتية صم على كوميت سبيس اوعى تنساه صم على كوميت سبيس دي اوعى تنساه لأني كونتيننج فيري امبورتنت فلويد سهل مهم جدا موجود داخل البريك وجنب البريك اسمه ايه؟ سائل النخاع الشوكي بالعربي سيريبرو سباينال فلويد سي اختصاره معروف عندنا سي اس اف سيريبرو سباينال فلويد هو مالي هذا الفراغ اللي هو السب على كوميت سبيس اهو تريبرال اراكنويد مطر فين بريكت برضه لايك ستراكشر البريدجز بريدج يعني ايه بريدج يعني تعدي كده اهو يعني اهو نوت دي من السلكاعد اللي فيها مطر يعني تعدي عليه اهو تعدي عليه اهو معديه عليه اهو وهنا برضه معديه نوت دي من ما تخش في العمق زي ما عملت فيها مطر ده تعدي كده اهو على طول فوق Bridging over the time and not diving into them like bare matter. Cerebral arachnoid matter, like spinal arachnoid matter, are split from the middle by very small space, but very important. And the whole way is sub arachnoid space. They have the little, and the whole is filled with containing cell مهم جدا اسمه سيريبرو سباينال فلويد. وعندي يا جماعه في اليومن بادي جسم الانسان فيه ثلاث سوائل مهمه جدا داخل جسمنا البلط الدم ده مهم جدا السائل الليمفاوي البيتك فلويد والثالث اهو اللي هو ايه؟ سي اس اف ده دي قصه ودي حكاية ودي رواية هناخدها إن شاء الله بإذن الله قليلا إن شاء الله. يبقى إيه؟ ما ننساش صب أراكنويد سبيس كونتينينج سيريبرو سباينال فلويد. في سلويد كامز أوت تو أراكنويد سبيس ثرو ثري فورامينا انتو ذا روف اوف ذا بورت اوف انتري. الفلويد ده جاي منين بقى؟ هناخد بعد شويه ان شاء الله يمكن تاخد المحاضره دي او المحاضره الجايه. ايوه اتفضل معادنا يا جماعه ان شاء الله باذن الله 11 بالظبط نفس المكان. هنعرف بعد شويه يمكن المحاضرة دي أو المحاضرة الجاية ربنا يسهل إن شاء الله إن هذا السائل بيتجمع في فراغات داخل البخ داخل البرين. يعني البرين يا جماعة بتاعنا ده من بره محاط بالسائل ومن جوه أيضا في كافيتيز أو فنتريكلز مليانة بالسائل ده. وهنعرف إن شاء الله المحاضرة الجاية إن
الرمان الجاي ومن البورت فنتري كده نعرف ان شاء الله فيما بعد ازاي سي اس اف سيركوليت ان ذا سبيس اند فلتر. طيب سي اس اف بقى بعد ما نجمع هنا اهو يروح فين؟ هنا في القطاع يا جماعه في مثلث ازرق جميل اهو شايفينه؟ ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جير دموي وليدي اسمه ساينس انترا بيورال فينس ساينس. عايز اسجل قدامكم ده اسمه سوبيريور ساجيتال ساينس اس 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 سوبيريور ساجيتال ساينس. مين يبقى اضخمت مطر دهية على جانبي هذا الساينس تعمل حاجة اسمها ايه؟ مصافي اهو باينه هنا تحت اهو شايفين يا جماعه اهو الصوره التحتانيه واللي باينه شايفين الصوره من تحت شايفين ها؟ ايوه ادي الساينس اهو مكبر بس اهو وهنا الاسهم دهيه عباره عن فتحات والالات الاداء السبير سي سي اف دي فتحات تصفيه تعمل له فلتر وتروح للساينس ده. هتبقى حاجه اسمها ايه؟ اسمها الاكنويد جرانيوليشن اهو. يبقى هنا اهو. سيس اف سيركليت في السبيس فلتر انتو تروح فيها ساينسز ثرو وات از كولد الاكنويد جرانيوليشنز. مصافي يا جماعه. مصافي الركوب نظر بالقرب من هذا الساينس في مرشحات هذا السائل سي اس اف ده يترشح منها ويروح لفين؟ لهذا الفينس ساينس وينتهي ويصب في البلط يبقى مع البلط بقى خلاص تاخد البلط يبقى السائل اللي مش هتعمل اهو لما يوصل المنطقه ده هي عند جلبي السائل ده عن طريق مصافي المرشحات اسمها ايه؟ اركمويد جرانيوليشنز. ايه وظيفتها؟ ترشح الفلويد ده اهو وتخليه يصب وينتهي بقى فين؟ في البلط. ويبقى من ضمن حاجات البلط. وياخد دوران البلط العادي يروح للهارت وبعد كده يروح لباقي اجزاء الجسم. يبقى ده المسار بتاعه نهايته يعني. اسمها حاجه اسمها الدرينج. دريج يعني ايه؟ التصفيه بتاعته. يبقى في حاجه اسمها ايه؟ الاكوير ترانيوليشنز. يبقى خدنا احنا من دلوقتي في سب الاكوير سبيس كونتيننج سي اس اف وخدنا حاجه اسمها الاكوير ترانيوليشن على جانبي السباينال كورد الكبير ده اهو ودي بتعمل فلتر للسي اس اف للبلط وتضيف فيها الاكوير ترانيوليشن تمام؟ عشان كده بقول بقى ايه؟ ان الاركمويد جرانيوليشن ار موست استريكينج يعني الواضحه فيتشر السيريبرال الاركمويد مطر. لما ارجع ان شاء الله تعيشنا لما اتكلم عن الفاينل الاركمويد مطر مفيش هذه الجرانيوليشن. اونلي ام ايه؟ سيريبرال موست بريزنت ان الفاينل الاركمويد. قلنا احنا في فاينل كورد في سبيس باتر باوندر وفي برضه سبيس باوندر وفلويد باوندر لكن مفيش ريجوليشن مفيش هذه المرشحات قلنا فقط السليبرا عشان فيه هو الساينس ده اللي يصب فيه هذه الاركمويد ريجوليشن عشان كده احنا وضحناها ان هي اوت وورد prolongation of arachnoid matter and subarachnoid space surround lacuna matter. ده موجود اللي هي ايه؟ اللي هي قصه المرشحات او المصافي او arachnoid granulations. اوعى تنساها. ودي رقم ليها يا جماعه اهو.
ابص عليها تديني شكل خيوط العنكبوت. عشان كده سميت ايه؟ الركبيه مطر او الام العنكبوتيه. لوجود هذه اسمها الركبيه تبابيكيوليشن، ده غير الريجوليترز. ده حاجه ثانيه عباره عن كونكتيف تيشو فايبرز انسيدنتنج بتوين الاراكنويد والبير. عندك النهار الصغير ده ايه؟ الخطوط اللي هي ايه؟ الصغيره الرفيعه دي الخضراء اهي. يبقى كان يا جماعه عندي اراكنويد مطر سريبرال. ما ننساش اربع حاجات مهمين. نمبر 1 سب اراكنويد سبيس كونتيننج سي اس اف. نمبر 2 اراكنويد جرانيوليترز المسؤوله عن تصفيه سي اس اف. توديه فين؟ توديه للفينوس بلاك، للبلاك اللي هو في جيب مهم جدا داخل عندك ده اهو، اللي هو اسمه ايه؟ سوبيريور سيجيتال سيجيتس. موجود على طول تحت السيجيتال سوتشر في السكاو. تمام؟ وبعدين في اراكنويد ترابيكوليشن اللي بتدي الجيب بطل اسا اراكنويد اكيروس. شكل العنكبوت فريدز ده يا جماعه الاكوين بطل. ولاحظ بقى ده كله في الفريبرا في السباينال هي بس نوع اراكنويد جرانيوليشن ونوع اراكنويد ترابيكوليشن. مفيش تحت في السباينال كورد نوع اراكنويد ترابيكوليشن ونوع اراكنويد جرانيوليشن. اونلي في صح اراكنويد سبيس ومليان سيريبرو سباينال فيلد. ده في السباينال اللي هي الايه؟ اللي حوالين الحبل الشوكي اللي انا فوق اللي في البريك حوالين البريك. بعد كده ننتقل لاخر طبقه اللي هي ديورا مطر. قبل ديورا مطر في كمان حاجه تانيه مهمه جدا. حلو تمام. قلنا احنا يا جماعه شكلكم ده هو مش عارف قلب قديم مش عارف مش عارف اي ريشه على وجوهكم. الكلام صعب كلام سهل كلام مش واضح. يا جماعه عليكم ان شاء الله لازم نقول ده عايز مذاكره اول باول. يعني مذاكره من اول مع المقوله ان شاء الله قد ايه؟ قد ما اصيرش بها ان شاء الله. جزاكم طيب معايا انا مش معايا انا. معايا. كلنا معايا جميعا ان شاء الله. طيب نيجي بعد كده نقطه مهمه جدا في الاراكنويد مطر. نحن من شويه اهو اهو السويس الاخضر ده اهو سميناه اسم حلو سميناه صب اراكنويد سبيس ومليان سيبرو سباينال فلويد. طيب في بعض الالوان ده محيط بالبريل كله وكل يا جماعه فيه ابر سيرفس والاترس والاترس وفي انفيريور سيرفس وفي ميدل سيرفس. طيب الفلو ده يا جماعه او السبيس ده يا جماعه يبقى انسيرت انسايت وبالذات عند
البيز بتاع البريك يحصل فيه سلايد ديليتيشن وتكون حاجه اسمها ايه؟ سيسترن، وكان معاها سيسترنز. شبهها بحاجه اسمها ايه؟ البريك. بتاعتك انت في لو في مثلا امطار ولا حاجه تلاقي الميه جمعت في اماكن معينه عملت برك مقطعات. ففي برضه السبيس ده اهو في بعض الاماكن يبقى شويه واسع شويه يبقى في كميه فلويد اكتر فاسميها ايه؟ هسميها سيسترز. اهي يا جماعه وايدنينج اوف سب اراكنويد سبيس انسيرتن سايز وتبريد فورمينج اراكنويد مين؟ اهي سيسترنز. ايه هم بقى اماكنهم؟ اهو اماكنهم موجودين في هذه الصورة. اول واحد واكبر واحد فيهم بين السيرابيلوم والمظلة بسميه سيرابيلو ميدانتالي سيستير، وده اكبر واحد بسميه سيستيرنا ماجنا. ماجنا يعني كبير. بين مين؟ في الجنكشن ما بين السرابيلا والمضلة والرنجال. الحتة ده اهي في اتساع بسميه سرابيلو مدلل سيستير، وده أكبر واحد فيهم، أكبر بيرك. وده مليانة قلنا بيستف عليها بس هي إيه؟ حجمها واسع شوية. إيه كمان تاني؟ عند البونز. البونز دي جزء أصغر من الستيم كومباينس ستيم انتر بدايتلر فصة ستيم، يعني جزء مع انواع منطقه ما بين التو هيمسفير. فانتر بدايتلر فصة ستيم نفس الاسم برضه جنبها في نقطة كياتنا التصادف البصري برضه في كارثماتيك سيستير وفي سيسترن امبيانس على جانبي الميدبريك. سيسترن امبيانس وكارثماتيك سيستير وفي لاترال سيستير اللاترال وول لاترال سيرفيس اوف سيريفرال وفي سبيرو سيستير على الابر سيرفيس اوف ذا سيريفرال. في عندنا يا جماعه سبع اماكن مهمين بيحصل فيهم سلايد دايلاتيشن اوف سب اراكنويد سبيس بسميهم ايه دول بقى؟ سيسترنز. اكبر واحد فيهم نمره 1 اللي هو بين السرابيلوم يعني والمضله سيسترنا مره. والسباينال كورد اونلي وان سيستير تحت في نهايه الكورد. لو باذن الله بناخد سباينال اراكنويد هناخد اللي هو ايه؟ لمبر ستير او سباينال ستير. يبقى دي يا جماعه الحاجه الرابعه في اللي هي اراكنويد مرة. قلنا سبيس، قلنا جرانيوليشن، قلنا ترابيكوليشن، ودلوقتي قلنا بقى ايه؟ السيستيرنز. دي كلها فايندينج وفيتشرز تميز مين؟ السيريبرال اراكنويد. كلام جديد عليها قلنا هذا الكلام. ننتقل بعد كده يا شباب لايه بقى ايه؟ اخر طبقه من بره للمنجيل اللي هي مين؟ ديورا مرة. احنا خدنا من جوه لبره. هي اراكنويد بره خالص لفرق او ترنا اللي هي الام الجافيه او القاطيه اسمها ديورا مطر. ومن هنا بقى وقع ان هي بقى ايه؟ وبعضها ايه بقى يا جماعه؟ ايه؟ هي تبقى ايه؟ سج. الاثنين اللي فاتوا كانوا سج. دي سج. والترمب. تمام؟ فيتشرز بتاع ديورا مطر في السليبرال. أول حاجة إن هي سبليت بتاع
تنقسم. يبقى الديورة مطر اللي بتفيد البريد اهي تنخفض. هذه عندك يا جماعه اهو البريد اهو جاب سكات وادي اللي بره خالص اهي دي الديورة مطر اهي دي الديورة مطر. تنقسم لاوتر لير اند انر لير طبقتين اوتر وانر. الاوتر لير اللي هي بره تبطن السكاف نسميها بالاوستيال لير وبعض الاماكن تعمل لي ساينسيس اللي هي اكسترا دورال ساينس اللي خدنا منهم ابوهم اللي هم سوبيريور سيجيتال ساينس. وهذه الساينس يا جماعه فيها الضغط وفيها كونكتيف تيشو لكن ابنورمالي ممكن يحصل فيها بقى ايه؟ هيموريج بليدنج يعني. في الساينس ده يا جماعه اللي هي اهم واحد فيهم اللي هو ارتر الكويت يحصل ممكن يحصل منه انجري اللي هو ميدل لينجيال ارتر. يبقى الطبقه الخارجيه انر لير اوتر لير بتاع الديول. الثانيه اللي هي بقى ايه؟ اللي هي انر لير الطبقه الداخليه اللي هي الضغطيه اللي هو هنا الاوتر دي بطن الكونتون الداخل. الانر دي اللي هي ايه؟ ملاصقه للارتويد ماتر من جوه. دي بتعمل لي حاجه اسمها ايه؟ نيورال فولتس. الانر لير بتعمل لي نيورال فولتس وبينها وبين الارتويد طبقه الفيس صغير المصاب ارتويد الفيس. تاني عايز حد يديني ورقتين كده هو سيبها لحد معاه ورقتين ايه؟ دي اللي هي
الكاركتر بتاعت السيريبرال نيورون. معايا يا جماعه المره الثانيه الساعه 11
في كورويد بلكسس هي اللي بتعمل سيكريشن لهذا السائل. موجوده فين؟ موجوده في البنتريكلز وتحديدا اللاترال بنتريكلز. تحليل هي عباره عن ايه هذه الضفائر البلكسس؟ انفاجينيشن ان ذا وول اون ذا بنتريكلز سبيشالي لاترال بنتريكلز. يا جماعه ده اهو ده اللاترال بنتريكلز الانفيريور هور والانفيريور هور. وبعد كده هنا تكوين البلكسس المنطيمه ومعاها لوب فيسل هاي في باسكولار ستراكشر المنطيمه ومعاها المنطيمه بتاعت الوول بتاع البنتريكلز. وفي هذه الصوره يا جماعه اهي عادي هنا تكون سي اس اف لاترال بنتريكل يتجمع يعدي ثرو فورمن. فورمن اللي سوق صغير بين اللاترال والسير يروح للسير يتجمع في السير وبرضه السير نفسه يكون مجموعه فلوري يبقى كله اتجمع في السير بيشن. فمن اللاترال للسير عن طريق حاجه اسمها فورامين. اسمه ايه فورامين ده؟ اسمه انتر فنتريكولار فورين. انتر يعني ايه انتر؟ بالبين يعني. ثقب صغير بين اللاترال والسير. يجمع الفلويد ده يخليه في السير. وبعد كده من السير خلاص يجمع في السير عن طريق ضغط صغيره اسمها سيريبرال ايكوي ضغط. الناس صغيره تجمعهم في السير وتوديها من اصح من السير للفورس اهو الفورس فنتريكل تمام. وبعد كده من هذا الفنتريكل الفورس فنتريكل اللي هو يا جماعه طروق رامينه موجوده على الروح بتاعه يطلع منها يروح للصب ادابتويد اسبيس. وبعد كده من الاسبيس عن طريق ادابتويد ريجوليشن اوردولات يروح للسكورة دي نص رايت اسيست يروح للبلس يروح بعد كده للارك والارك اسمه ايه؟ السيركوليشن. يبقى في عند حاجه اسمها فورميشن مكان تكوينه مكان دورانه يمشي من الفيل لفيل 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 في النهايه يديه في الارك يمشي من فين؟ للاترال للسير للسير الفورس الفورس عن طريق فورامينا للسبيس للسبيس للفاينانسيس عن طريق جرانيوليشن ونروح بعد كده للفيدا البلاط. دي سكيم للسيركوليشن. وهنا صوره يا جماعه للفنتر ده اللي بيصير يا جماعه ده اللي بيصير نص المخ الكبير ده اهو اللاترال فنتريكل اهو كله ده. هنا بقى الصغير ده اهو السير ان هو سبور يبقى من تحت لهنا عن طريق فورامين ومن هنا بقى للفورس عن طريق الضغط بتاعه يجمع للفورس من الفورس عن طريق الفرات الثانيه يروح لايه؟ للسبيس. جبنا السبيس بقى السبيس عن طريق الجرانيوليتا والسلاي يروح الانترا تورال فينا ساينسيس وبعد كده يروح للسلاط والارض والارض. اخر خطوه هنا اهو اسمها انجريدينت تصفيه بقى مصعب رجع. يبقى في ثلاث حاجات يا جماعه مهمين فورميشن تكوينه فين بدايته سيركوليشن مسار دوران الجسم مكان لمكان لمكان. اخر حاجه درينج تصفيته او الفيت بتاعه عن طريق الكترونيك درينجريشن ده انترا دورال فينا فاينس دي كلاس. يبقى في ثلاث نقاط مهمه يا جماعه تبقى عارفينها لهذا السائل النباع الشوكي تمام. دي يا جماعه اللي هي ايه؟ اللي هي اخر جزء في هذه المحاضره اللي هي الجيس اند تريبروس باينال بريك. ارجو انها تكون سهله سهلة جدا ولا مش سهلة؟